حياكم الله احبتي المشاهدين مشاهدي شاشه الايام وحلقه جديده من برنامج شو تحب. ضيفنا اليوم شاعر قدم اجمل واروع الاغاني والقصائد، شاعر اغنيه بسيطه تهون وارتاح وشوفك ياهو الطاح، والقصائد الكثيره والاناشيد، ممثل مسرحي وشاعر ومبدع كبير. رحبوا معي اجمل ترحيب بضيفي وضيف برنامج شو تحب تو حمزة الحلفي. حياك الله استاذ حمزة، تفضل. معي اجمل ترحيب بنجمنا وضيفنا اللي منور الاستوديو اليوم، الشاعر حمزه الحلفي. حبيبي تحياتي. حياك الله استاذ حمزه، احنا بقمه السعاده الحين ما نستضيف نجم واسم مهم محافظ على نجوميته صار له 40 سنه من 35 سنه. حبيبي الاستاذ محسن، انت النجم في دول عمرك، وانت لقائك حلو ولقاء الشباب الحلوين ذول في دول عمرك، وهي هاي القناه هم حقيقه اني يمكن هاي رابع مرة أصور بها. شرف إن كادر محب، أكو طاقة إيجابية تلقى عندي. ما يحبك اللولا البيك لين ما بيك لولا كلها تحبك. يا بعد روح. والعباس تعال اكتب مكان الشعر بعد. لا هاي منطقتك ما حد يوصلها. يا بعد روح. أنا عتهنا يقول لي حرثتك. هاي حرثتك. إيه غير أقول لك اليوم كاسرني والجو حارق، البدلة واللبسة وال هاي اللمسه الرباط والهاي مأذيني اليوم، متمرن علينا اليوم. لا بالعكس والله عمي جابني لك. شنو جابني؟ بس هي يعني شوف طبيعه لقائك. ايه عندما يكون مع رسلان شيء ومع سين من الناس شيء اخر. شلون؟ يعني انت مبعث سرور حتى في ادق مواضيعك الجاده تضيف السلاسه ومرح على الموضوع بحيث تخفف الحمد لله تخفف حده اللقاء، الكلام يصير سهل ممتنع، واحيانا يصير شعر يعني. وانت جدير يعني واحد حتى يتغزل يا حبيبي. شنو اليوم راح اكيد؟ استاذ حمزه برنامجنا فريش، فقرات واشياء بدون تقيد، عفو الموضوع كلش عفوي. انا سلمت اكيد من اول مره. فدوه سلمتك. بيد الله حبيبي. روح استاذ حمزه نبدا بفقره الطفوله. الطفوله، تسلسلك بالعائله، الحجيه، الحجي، شنو المواقف اللي تذكرها، الالعاب شنو تلعبها حلال هسه؟ يعني طفوله عاديه مثل اي طفل يعني. باي منطقه؟ يعني انا ولادتي تقريبا بشيخ عمر. اللي كانوا يسمونها الميزره. ايه العاصمه والميزره. اي الميزره يعني المجزره. اي المجزره. اللي هي المصلخ. صح. ذيك المنطقه، بعدين انتقلنا للمدينه بوقتها يعني. حالنا حال اللي ناسحين من الجنوب. هم صلخت واحد بالشعر هجيته؟ لا وين انا كنت بوقتها يعني. لا لا يعني على كبر قصدي. على كبر؟ اي بس ما اقل هجاء. والله إيه؟ يمكن اكو بعدين قال لك اكو بيت ابو ذيه شويه خشن يعني. بعدين قلت لا ما تسوى. نرجع للعاصمه والميزره. موسم العاصمه والميزره عد معلوماتي. العاصمه والميزره كانت هي منطقه النازحين، كانت منقسمه الى منطقتين. اللي هي الشاكريه اللي هي المنطقه الخضراء، والميزره. واكو بالكسره همين قبل خان يسموه خان حجي محسن وهاي الاشياء. اكو هاي السده مال فيضان. احنا من جو من الجنوب ولا يقولون قعدوا على الشاكريه. على الشاكريه. وقعدوا بيوت مصفيح يعني وهيك. بيوت من قصب، بيوت من طين. اجوا بنوا عشوائيات. بعدين الله يرحمه عبد الكريم قاسم منحهم هاي الارض الواسعه اللي كانت هي يسمونها قبل الخسه. اللي هي مدينه الصدر. اي الخسه، منطقه لزرع الخس. شارع فلسطين و مدينة الصدر. هاي كانت مخصصة لزراعة الخس. ذكرياتك الطفولة. ذكرياتي هي تمتد من هاي بهاي الدربونة. ايه اللي بقطعة 41. ايه وهي أول دربونة. ايه اللي بها بالبداية تصير قهوة غازي.
وحلاقة جاسم الله، وقبالنا بيت خضير القصاب، وجيراننا بيت ابو كريم الطليباوي، وشخص اي مجموعة من ضمنهم كان جمال ولد يسمونه جمال الدراجي اتذكره يعني وعيت عليه يعني على ايام طفولتي. فبهاي هاي الدربونه هواي لعبت لعبات، بس انا غير جاد بلعب الاطفال لان كانت اهتماماتي اكبر، اي شويه اكبر من عمري. الوالد في اليوم كاتلك طبعا، ها كتله ما تتذكرها يعني مثلا هو طبعا هو طبع الاب الجنوبي قاسي الى درجه تعامله ويا اولاده يعني بسبب الحرص بالضبط يعني. ورجل هو كان بوقته علم انه كان متحضر متفهم يعني، كان يشتغل بالبريد السياسي مال وزاره الدفاع. حلو، هو صديق جاي من العماره بس هو شكله وسيم احمراني كذا ويلبس بدله وربطه وكذا. حلو، عمله يفرض عليه بهاي القضيه. فشان اكو مزيج من بيئته الاصليه الى البيئه اللي يتفاجئ بيها. مشت الامور الى ان دخلت الى مدرسه الابتدائيه اسمها الغزالي. تليفونك جاي يشتغل؟ صامت يمكن هو؟ لا لا صامت، صامت ما يشتغل لا. ايه تمام. فبهاي المدرسه كان اكو معلم عندنا اسمه استاذ خميس. ايه قال لي انت من تحكي مصطلحاتك وشغلاتك تختلف عن غيرك، عندنا مسرحيه راح ارشحك تمثل بيها. عمرك 12 سنه هنا؟ لا وين اقل صغير. اي فمثلت 76؟ لا وين؟ هذا الحكي قبل السبعين يعني. قبل السبعين؟ اي اي 69 او 70 يعني صغير بعدني. مثلت بس من مثلت تفتحت امامي مناخات وعوالم كنت انا ما ادركها. فكان اخوي الاكبر من عندي يقرا كتب روايات شغلات. من تعلمت قراءه وكتابه بصف ثالث ابتدائي بديت اقرا. اتصور انا قريت تولستوي بذاك العمر يعني. أوه. والله العظيم بدون ما افتهم شنو ما شنو. اي هسه الشباب هسه اذا تقرا تولستوي يصير عنده انزلاق. وين يعرف تولستوي؟ والله عبد الله صاحب موت تو. اي والله صدق عبد الله ليش قلت لك يصير عنده انزلاق؟ اي فمشت الامور وصلت للمسرح بالبدايه. مثلت مسرحيات هواي يعني فرقه. ايش قد عمرك ودخلت مثلا مسرح يعني مثلا مسرحيه مو مدرسيه؟ بالسبعينات يعني. قد كان عمرك؟ 78. يا مسرحيه كنت اروح المسرح القومي اتذكر مسرحيات هواي. جلجامش جلجامش بطوله الله يرحمه طعمه التميمي. اها وانكيدو. دورك شنو بيها؟ لا اشوف مسرحيات. اشوف اشوف مسرحيات اول مره. شفت مسرحيه خادم سيدين، شفت مسرحيه المتنبي بطوله سامي عبد الحميد. هواي مسرح كنت اشوف المسرح مال 60 كرسي. اها اللي بشارع السعدون كنت يعني اروح 60 شخص يجي. اي كنت اروح المسرح الفن الحديث اللي خلف سينما النصر. هنا الشعر كنت بعدك ما مشتغل عندك؟ ابد ما ولا له علاقه بالشعر، بس الثقافه والقراءه يعني نمت هذا الموضوع. اي بس هي بنفس الوقت انا كنت اكتب قصائد فصحى انشرها بالمزمار. مال الاطفال. جريده الاطفال جت المزمار. بس الشعر الشعبي ما له علاقه به. اها لحد وقت متاخر من الثمانينات انطلقت هاي الشرار الشعريه. طرحت نفسك شاعر ب 87؟ يعني انعرفت انا هناك بذاك الوقت انعرفت يعني انعرفت على صعيد اجتماعي. بعدين ولدت 90 لا اشتهرت. شو اللي حفزك للشعر؟ بنيه. اخبار زينه هاي، حب يعني. طبعا هو اكيد لازم. عافتك؟ لا انا ما تعرفني احنا. ها دام انت تعوف هذا تصريح جميل هذا. وانت هسه على كبر ما يعوف انك كم شاب شلون. هاي دعوه هاي. انت تدري تاج السؤال اموت عليهم. اكو هاي الصوره استاذ حمزه شوفها. الله هاي الازبري يسموها كان ولا شو يسموها؟ هاي ريم. ريم ازبري مو؟ لون الازبري تختلف. لا يمكن ذيك تختلف الازبري، لونها يختلف ذيك. يمكن التاتا ذيك. هاي الريم كانت. هاي ريم. هاي مال الضباطيه يصعدون بها ينزلون الفراريه. ها لازمك الضباطيه في اليوم؟ اي لزمون. سولف لنا ندار سولف لنا. سولف لنا علم ضباطيه من لزمونك. كنت غايب.
يعني ولو انا خلصتها الحمد لله كلها هروب وبهروب. عاشت ايدك. حالي حال الجماعه الموجودين كلهم هسه. ايه. لاقي لك زين بهاي الفتره مال قص الاذن وهاي شلون؟ انا كنت هارب بشكل حلو. كنت قاعد بالمحموديه. ايه. يعني مو انا اهلي، انا اهلي بالمدينه. ايه. بس اخوي بالتصنيع العسكري مستلم شقه هناك هو وعائلته. هناك مأمن لك هناك سنتين ونص انا ما طلعت من هناك. والله زين ما صارت بك حاله نفسيه ولا صارت اي حاله؟ بالعكس تقرا مو؟ قضيت وقريت وكتبت. ايه. بس سجن يعني سجن شويه امين مو سجن. ايه. مو سجن ولا اعدام مثلا. ايه. قبل عتم قضيه الاعدام جدا صحيح. جدا اسهل من عتم ماكو زلاطه. اي اي واحد. ايه. يقدر يقتلك يعني صحيح. يعني اي واحد حتى لو كان عريف بالجيش لا ذا واحد يكرهك يسوي يفر لك يكتلك عركتينه يسوي لك. إيه اذا مو هاي يكتب عليك. إيه هي كتاب عركتينه. هذا هذا الزمن الجميل. اي هو هذا الزمن هو هذا اللي يسوي اللي يقولون عليه زمن جميل. هم شايفين الزمن الجميل شايفين ما شافوه ما شايفين لحوي. الله شوفنا هاي الصوره. الله هاي بجريده الصباح بال 2008 او 9 كان عيد ميلاد ملحق الثقافة لا ملحق شمس الصباح مع الأطفال. إيه؟ هذا لؤي رئيس الملحق وعبد الستار بيضاني رئيس التحرير والبصفة كريم شغيدل غنى عن التعريف دكتور كريم وطالب حنويته وآني وذاك الولد نسيت اسمه والله ما أذكر نزار نزار اسمه وهاي إيه؟ البنية هاي بنية رسامة بس انت وايد الجو بالساعه فيك. هسه نجي الى مرحله الالعاب. ايه؟ شين تلعب صغرك؟ يعني انا كلش فقير بهاي القضيه. يعني مو كلش ما اغيب من المدرسه تعبر الحائط اغيب بس مع هذا مو ذاك المدمن غياب. ايه؟ يعني الالعاب اللي العبها العاب تقليديه شنو دعابل؟ دعابل شعاب شعاب. اي نلعب هذا تاير قبل وسيم تاير وسيم. ايه؟ بيام محرم تشابيه. ايه ايه تشابيه. اي انا بالتشابيه دائما. يعني ايه هو مسرح شارع يعتبر هو طبعا هو بالمناسبه انما بدواخلي قضيه التمثيل. هي قضيه التشابيه لان شفت اموت عليه. الله يعني اتصور احنا التشابيه مالتنا عد الشموس. ايه والحلاف تطول ساعتين احنا من الصبح للمغرب بعدنا ما مخلصين. بعدنا ما مخلصين. اي بابا واليزيدي اللي يموت يصير وياهم واللي اللي يموت يصير يزيدي يعني ما إيه. يعني الممثل نفسه هذا اللي كان هناك ايه ينتقل الى صفحه اليزيدي. ايه اي وهاي هاي التفاصيل الملحميه الدراميه اللي كانت مرسومه بعفويه مطلقه. هو مسرح شارع كبير. إيه لو إيه. تعرف لو تعرف ايش زرعت بينا يعني صح زرعت فينا ثقة ثقة النفس. ايه لأنه من تصعد على المسرح وتمثل طبعا وما تهابه لا لو أمام الجمهور جمهور يعني وجمهور هواي. ايه عالم ملتم عليك. ايه بعدين رسميا ماخذ دور هناك شنو كان دوره؟ رسميا يعني دائما أخذ أدوار البحر أنا ماخذ دور الشمر. ايه جيت أقول لك أنت خولي الشمر. ايه لا وعلى ذاك الجانب هم ايه اللي كانوا يسمونهم الأصحاب يلبسون أبيض. ايه بعدين رسميا إيه؟ صرت بتشابيه بيت فنجان العول اللي هو جد الشاعر الكبير حميد قاسم. اها ايه تحيه له. إيه هو هنا الوجه دير خبل هنا حتى هنا حلو. ايه هاي هم بال 2008 هيك. ايه هاي هم بس هسه هنا على بالك تحيات المطرب احمد الصياد. بالضبط ايه هل السايل هذا شو تسوي اليوم؟ اليوم ذكرتنا بشبابنا. اي صدق هاي بيها لا لا انت شاب. شنو سبب حمزه الحلفي مثلا اي واحد يقرا له شعر ما يقول له انت مو شاعر يقولوني جامل بس انت ما تريد تجرح حد انا احسها مو جماعتنا قاسيين بالطرح. اي يعني هو كاتب قصيده واخطا في الوزن. اي واخطا في القافيه واخطا إيه؟ بالروي ما سوى جيد. لا يقولون مثلا لا ما يجامل الشباب يجامل بس البنات. لا 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 كلهم بنات ولد. ها يعني ما في يوم جرحت واحد. ايه زين انت ما شايف انا باللجان؟ ايه صح. يعني حتى من اريد اوجه شاعر ايه اوجه له بسلوكي الخاص. صح. يعني مو مثل اقول له عفوا انت جابك على هاي الشغله. ايه هاي انا اعتبرها بحد ذاتها
يعني خاف حكايه وتعتبر اساءه للبعض، بس اعتبرها قسوه تامه يعني قسوه مطلقه. انا ما اقدر اسويها. وانا نصيحه للشعراء اللي هم على قد ايديهم واللي ما يعرفون خطيه ايه؟ لا اجي اخذ رايي. ايه؟ لان راح اقول له حلو ومن اقول له حلو راح اكسره. ما تقدر تطب احد. اي راح اكسره. باحدى اللقاءات المرحوم سمير صبيح رحمه الله على روحه. ايه؟ كل لقاءات سمير صبيح انا شايفين دائما يقول استاذ حمزه الحلفي. اي صحيح. يحبك حبه. وصالك وصيه باحدى اللقاءات. اتذكرها. شنو؟ قال لك ابتعد عن النسوان؟ لا هو ايه؟ سمير بطبعه الله يرحمه ولو هي حتى كلمه الله يرحمه. ايه؟ بها غصة عليها. لأن سمير أحس أنا عايش بوجداني. سمير دائما يشاكسني ومشقه حتى باللقاءات وبالشغلات، بس أنا أرتها إليه يعني. هو يسوي له شغلة أنا أرتها عليه. فسمير كان حدي جدا. حدي ما يجامل. إي مو قضية ما يجامل، يعني سمير قاسي كان بالطرح ماله. أنا ما أقدر أسوي مثل سمير. سمير الشعر قضيته الأولى. أنا مو قضيتي الأولى الشعر. إيه؟ مليت من الشعر. والله مليت. زين هاي. والله. خل عبد عابل ذا مليت من الشعر. يلا. خل عبد عابل. تريد حليبي فرفوري أخضر عتوقة داوة. شو تسموه عتوقة لو داوة؟ لا داوة. داوة أيوة جاي أقول شنو؟ لا عتوقة. شنو بيتكم باليرموك تسميها عتوقة؟ عتوقة شنو عتوقة؟ شاك سو عصاتي عمان ما سميت قوي ما يكسر العصات على ود تقول عتوقة لو قال عتوقة الحلاف ما يخلون ايوه على صدق شلون تذكرت تلعب؟ شلون؟ اي شي ايه شقيتها؟ بيك شاسة ثاني سحرة قدمت واحد كل من قطاعات كان على اساس احلى ولد الازقه الضيقه والشوارع ايه طبعا يا وجع القصيده يا وجع القصيده عيني من خالك يا وجع الدعبل استاذ حمزه حبيبي اثنين اخوان توأم ابوهم قال لهم اذا اشوفكم تلعبون دعاول يعني صدق اقضيكم قضي انا فقاموا يأمنون عندي عاشت ايدك صدر الحنين يأمنون عندي فد 20 وحده رجع لهم كل واحد 10 يعني آه. من ذاك السبب انا مو مؤتمن يعني صرت يعني انزرعت مو مؤتمن يعني اي واحد يحكي يمين اللي احكيه ثاني ما اظن سر يعني جاي يسمعون وخاصه اذا حكى على واحد صاحبه راسا اقول له مو حكيت عليه ذاك اليوم يعني هسه هاي اي واحد لا حد يسولف شغله يا استاذ حمزه الحلفي يحكيها والله يحكيها صلاله هيجي تروح ها مو؟ اي طبعا يعني هسه انت تقول انا مو مؤتمن عندنا جهاز كشف الكذب بعدين يبين هم اي خليه طبعا يعني مو مؤتمن ذاك لا لا طبعا لا على الحديث على الحديث اذا واحد يحكي على الاسلام ايه؟ وثانيه ما اشوفه ينافق الاسلام ايه؟ الله انت اقول له لا تكذب الواحد هذا حكي عدل هذا حق هذا الدعابه تاخذ فوت بيه عندنا فقره مصباح علاء الدين يا سلام انت هذا اللي مسوي بيه المفروض ما يصير لك مصباح علاء الدين المفروض اجيب لك اسد هسه راح اصير لك علاء الدين شبيك لبيك وكل البرنامج وعلاء الدين وكل شيء بين يديك اطلب واتمنى اوكي هسه اطلب واتمنى اطلب اول طلب لك ثلاث طلبات اريد ماي نشف ريجي ابو لارا فدو هاي سهله المخرج يقول انت غير مقدم دافع لك فلوس كان شنو مثلا كان صار له بلاش احنا طالعين لا اكو جينات مال بني اميه بيك مخرجنا لا ما احكي ما احكي شي خلصني ذكر جينات مال المحافظه بس ما اقدر احكي يسوون هجمه علي دير خاصه هاي اللي تقصدها المحافظه ادري اي دير مالك هي بعد وصلت يعني تحياتنا والله لها طيبين ومعازيب موت طبعا حق العباس هاي محافظتي الثانية اي والله عشت فيها 7 سنوات اه حلو والله جات سندباد منا بالمحمودية اوه كل البيوت بيوتنا حمزة الرحال المفروض يسموك اي كان ليش كتبت الله انت ايش قد حلو يا بيتنا اي قالوا يا بيت من عتن تقصد انت شو اجرت كل المدينه وفلسطين وحي اور وغيرها وغيره وهسه القف لبس ماي وهسه بس ماي خوش راح اجي على مود هاي الحلوه شيء يمكن بس ماي يا ريت يا اهلا وسهلا الانستغرام مالتي موجود دخلي لا شاقه طبعا يجوز مواصل تقام مش مدري اي لا هاي
هسه بعد اطلب يعني جن وسابح ومبدل وطلب طلبات كبيره وتعبان يعني اريد بطاقه وطنيه. بطاقه موحده؟ اي لا عليك العباس مو الي. الولد ثلاث ارباع ما عندهم بطايق بالبيت. ليش؟ ما ادري. ما تقعد وانا ما لي خلق اقعد الصبح. عرفت؟ عرفت؟ ايه؟ عرفت؟ هذا تحياتنا سيد رفعت الصافي بنت ايه؟ بالمدرسه على البيان. ايه ذاك اليوم رحنا انا وسوينا لها بال ما حد يقعد عمي، ما حد يقعد الصبح، ما حد يقعد. هسه اكو دوام مسائي، ليش ما تروح؟ اي هسه مو بعث ما واصل. بعث مال احوال الصدر. اي وسطا قبل يومين لعبوا معاك. اي هن والجوازات. جوازات هسه ماكو ترى مسافرين احنا. عمي شنو ناشد لك الداخل يجيب الكاهل بيت؟ زين؟ لا ماكو والله. ايه ماكو. هو هذا العظم عاج وصل هسه قبل يومين البطايق. انا مال تبني تقريبا طولت 8 اشهر يلا استلمتها. وانا تدري انا رحت طلعت البطاقه؟ ايه رحت الصبح. ايه رحت الصبح الظهر جابوا لي اهل البيت. ها والله العظيم. اي شيخ هاي هنا اشتغلت النجوميه. لا يا برسلان. لا لا والله العظيم الظهر جاب لي واحد وجه خطير. اي بابا هاي محبه الناس كنز. اي طبعا. ايه؟ انا هاي بالنسبه لي يعني انا حب العالم اغنى شيء بالعالم. اغنى شيء هذا. اي ويجي واحد من جماعتنا ياخذون محبوب ياخذون ويا صوره. اي يباوع على اللي ياخذ ويا صوره يسوي لا اعذرني اسف ملابس زين. علي من خاله. انت شنو ايش تلبس انت؟ اقول لك لابس زين. علي من لابس زين؟ والله ما ادري. والله العظيم. إيه؟ خلف الله على بتي يعطيك كم قميص وش اسمه. إيه؟ هاي دعاية على بتي. والله تجي تصور به. اي صدق. اي زين والله انا ملابس زين. قالوا لي علي. قلت هذا شنو هذا؟ مو معقوله هذا. يعيشون الدور. تقدر تجيب اسمه؟ قول. لا انا هم اسحب الطيبات مرات. هسه انا جني متعب نفسي ايش ما طلب الطلب؟ طلبت بطاقه. هاي بطاقه جدتك بعد ايش تريد؟ طلبات كبيره كبيره مو هيك. يعني كبيره شنو؟ بيت بيت. ايه ايش قد كم متر؟ يعني فد 250 ركن. ليش ركن؟ مو حتى اسوي شو اسمه محلات؟ اكيد راح يصير شارع تجاري مطلوب بالعراق يصير شارع تجاري. اي ركن. اي ركن يصير مثل شارك. اي سياره بالعراق بالعالم تلقاها ما مطبوقه عدل قول هاي مال حمزه الحلفي. اوه والله العظيم. هاي عود ليش؟ اي سياره ما طابقه عدل. سيارتك مو قويه؟ مو قوي شنو؟ رحمه الله على روحه على الفريداوي. هم ما يعرف يسوق. اي اي نفس الشيء. كل ما اقول لك العلا وتشن يقول لي انت والله يا مواليد وتتحش شويه بالسياقه. العلا ما لها علاقه المواليد. ما لها علاقة عود يردين الصين بالعمر. هو تعلم عن كبر. تعلم على كبر. اي علاوة تعلم على كبر. وما يندل يخلص الرصيد. ها مثلا رايح للكرادة. تعلمت يومين بالكرادة او يجي المنصور. اقول لك منين اطلع منين هاي؟ الله يرحمه. هاي يحبك حب علي الفريداوي. حبيبي حبيبي. كان يسولف بيك بطريقة الله يشهد. يعني ملا قدام اعلام هاي بيناتنا. لا طبعا علي حبيبي. يقول حمزة الحلفي مصالح ويا نفسه بطريقة عجيبة. انا بهولندا. ايه. هو بلجيكا. ايه بلجيكا عن دنهاخ. شلون باب المعظم دنهاخ عباك واحد جاي يقح بالضبط. هي هاي البيئة المحكمة الدولية. ايه يعني مثل باب المعظم والحسينية. حلو. طيلة فترة إقامته بهولندا هو يمي. الله والله كان وياي تم عادل. تحياتنا إليه. علاوي. علاوي ضحك ترى. علاوي فد واحد سولف لي سالفه. إيه؟ موتني ضحك. إيه؟ يقول فد يوم من الايام انا جاي بالليل علاوي ما يدخن. ايه صح. يعني مو كل شيء يدخن. هنا يحط. اي نوات. يقول نزلت يم حديقتي لامه. ايه. يقول ادور لقيت شمبر جقاير ومو جقاير ما موجود. يقول واحد نايم ذول اللي ينامون بحديقتي لامه. ايه. مخلي راسه هيك ويباوع عليه. ايه. يقول باوعيت. اجي ابو جقاير تعال يا جقاير عندك زينه. ايه اعطيني. يقول ذاك نايم هناك صح. قال لي اخذ هذا الاصفر انا شخصيا ادخن من عندك. ايه انت شخصيا وين نايم؟ والله كل ما ولا يقعد عبود قبل. والله ملو شخصيا. اه شخصيا ادخن. قلت له تحياتنا للرصيف. ها والله ملو. هسه على طاري شخصيا انا جايب لك شخصيا جهاز. ايه مال كشف الكذب. قول. هذا الجهاز صنع بيادي عراقيه تحقيق ويا الارهابيين. ايه خوش عن نبض بس يكذب يطوط. ابو لارا شد لنا عن نبض هذا واذا كذبه كبيره ينتل. هذا ايه مو خوش. ها مو خوش.
اليوم ما حد يحاكيني، اليوم دقدمام لا حد يحاكيني اليوم ما حدا. يا اخي بكل شيء مختلف، حتى العقيق لابسه باليسرى. هاي بتجي لبسوا العالم باليمين لبسه باليسرى. طبعا لابسه. يا خصوصيتك مو؟ ايه. بس بالشعر ما عندك كمال خالف تعرف. لا عندي شو شلون؟ بعدين. يلا خوش تجيها. شنو عرفت؟ خلي نبضك مستقر استاذ حمزه. رأفة الهجان. رأفة الهجان. إيه. أبو لارا. يلا شد حيلك. يلا. عاشت إيدك، فد وليدك. يا أخي والله كبير أبو لارا، يتعب أكثر مني. بلش؟ بلش. الاسم الثلاثي. حمزة محمد نصار. مواليدك 64. اني 64 مبين هو منشور هذا. اي ما دق جهاز، اذا جهازنا صادق. إيه؟ يعني مثلا لو قال مثلا انا مواليد 75 كان صور. لا طبعا ايش ما نقول 75 قصدي يعني جاي مبين. احنا نريد نكتشف هسه انت مال 75. ها؟ جهازي هسه استاذ حمزه يقول لي حتى جور ما اريد. احكي لي من مخابرك على برنامج وقال لك حتى يلا هاي بعدين نجيها ما ايه بدون جور. قال شنو الغيواني؟ شنو اول طيحت المراجل؟ لا ما نحكي. اي ما نحكي. يلا خوش. استاذ حمزه يقال انه حمزه الحلفي متزوج 3 مرات ومطلق بدون علم زوجته الاولى. لا والله كذي. ها؟ والله ايش فايدني كذي؟ ايش فايدني؟ هاي زينه. زين كم علاقه مريت بيها ورا الزواج؟ ايش قال؟ زين هاي احنا نريدك تكذب حتى جاهز. ما اكذب علينا اكذب. هسه شلون اقول شلون الحلا هاي؟ ماكو والله. زين احلى وحده ارتبطت بيها؟ احلى وحده كرديه بس ما اقول باسمها. كرديه؟ ايه. ها اي والله. هي عافتك لو تعفتها؟ قلت لك ما انا ما ما انا عاف. انا اوف والله انت كذاب. انا الجهاز وحتى لا وحتى بالعشق لما انا حبيت ما حبيت واحد من طرف واحد. ها باوع؟ ايه ما حكي قوي. ما حبيت واحد من طرف واحد. ايه اي حلوه هاي. ما ما حبيت واحد واحد من حتى بالعشق لما انا حبيت ايه ما حبيت واحد من طرف واحد. هاي شعر هاي بالشعر هاي وبالحقيقة مصور. طبعا هي بالحقيقة شنو؟ اه وبعدها ما شنو السر مخرس سايلك خرزة بيه فل بيه هاي الفلاحية والجنوبية هاي ايه هاي اللي تحسسك انه لازم انت تكون الاول سيسيد في كل شيء حتى في مشاعرك ما تسلم من بالهين لان تحس نفسك زين على اساس انا احبها وتحب واحد يمكن يجوز يعني اقل منك اقل مني بكثير ايه ولربما بوعيك وكل شيء اي فهاي القضيه ما مارستها بحياتي ابد. اوف اوف هاي كبيره هاي. ايه طبعا وحق الله لو بيدي برنا وهسه هيك ارمي لك. اي غير احكي لك من رحت لهولندا جاك شعور ما ترجع العراق؟ لا مستحيل مستحيل لا والله لو مو الجهاز. ها؟ لو مو هذا الجهاز كذاب كذاب. ايه خوش لانه مخرجنا ترى استاذ حمزه انا ادري بيه ما كمل 36 يوم. ايه فريت يعني تقريبا معظم الدول الاوروبيه. ما جاك حتى شعور انه تبقى؟ لا 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 ولا حسيت ولا حبيته. والله حبيت اذربيجان احسن. ليش اذربيجان؟ شي حلوات فيها تحسها بغداد. اوروبا ما بيها حلوات. ها بس تحس نفسك ببغداد. اكثر بلد بيه حلوات؟ اكثر تشيك. تشيك احلى بلد بالعالم. طوال مو كل الجميلات كل ايه الجميلات ايه يعني جمال يمكن تقعد من الصبح بطاقه مو حدا لولدك ما تقعد على الحلوات تقعد الصبح بس تباوع. لا انا ما عدتهم صبح وليل. ها والله احنا رحنا بالصيف بحيث الليل ما لهم ساعتين بس. الشمس ما لهم متغرب الساعه 12 بالليل الشمس تقعد وجهها اصفر. ايه تشوف احلام مو زينه. ايه ها اليوم انت قال الشعر اليوم. والله العظيم حلوه الوان هاي الوذاحه تبقى. تحياتنا سيد محمود البعاج. هاي سيد محمود شاعر. تحياتنا لك حبيبي. مو قاعد هنا لا ترى جاي اوجه له تحيه بالكاميرا. ها عبالي قاعد هنا. لا لا تع...
تحياتنا حبيبي سيد سيد محمود البعاج يقول الشمس تقعد وجه اصفر تشوف احلام مو زينه. حلو جميل. انا شكلت عندي شيء كبير. لا طبعا هاي كان بالهن ود الحمر الشمس غربت لو بعد ان شاء الله ما تغرب هي. والله هي بقت يم ابو الان يعني صدق يم ابو الان. اي والله كلنا استاذ حمزه حبيبي تخاف من الموت؟ ماكو واحد ما يخاف من الموت. حياة حلوة. منه. الحياة حلوة. حياة حلوة. حياة بيئة أحب بها عائلة بها علاقات. عجبني حوار بمسلسل تاريخي بين أب وابنه. هو الأب يعني عمره بالتسعين والابن عنده 10 أولاد ولحيته بيضة. فابنه راد قال له أنا طوني بمكان أخوي اللي قتل هذا اللي هو همام. قال له انتم اولاد. قال له ابي انا لحيتي بيضه ولدي صارت لحياهم بيضه وتقول لي اولاد؟ قال له انتم اولاد ما دمتم ترون ان الحياه لعبه او لعبه. قال له الحياه كنز تلهون به كل ما صار موضوع وتقدمت للموت. قال له انتم تلهون بكنز لا تعرفون قيمته. هسه تذكرتني بهذه الحكمه. فقال له انتم ما طول تلهون بالحياه لو عمرك 100 سنه ما تعرف قيمه الحياه. وانا رسلان اكو شغله انا لحد الان ما رايح المقبره للنجف وشايف شلون يدفنون واحد. امي ابوي اصدقائي عمري اتحاشى هذا الموقف ما اشوفه يعني ما في يوم رحت بدفنه. شنو رايك العام يخابرني احمد ماضي ولا الشاعر صديقنا تحياتنا لقناه كربلاء يقدم برنامج اسمه القبر. قلت له ها احمد قال تجينا نسوي حلقه. قلت له شنو؟ قال قبر وتنام بيه وتغسل. حلو. ما حكيت وياه انا بوقتها. رديت عليه رد خطيه هو خلى التليفون. زين هذا تيست مال موت. شنو صدق كذي؟ تيست للموت. ينومني جوا ويسالني شنو مشاعرك هسه وشنو شو اسمه؟ والله صور 30 حلقه. اوف. معظم جماعتنا راحوا ناموا بالقبر. زين بعد عمر طويل ان شاء الله عمرك طويل. يعني احد يموت ما عادي احنا كلنا ميتين نموت. زين تستنجد بشخص منه؟ شخص موجود حاليا او شخصيه تاريخيه او ابو حسين كزبره الحيث والعباس وجلدي وكله. اي ابو حسين حامد جار حيدر هذا حيدر. اي طبعا انا بكل شده بكل قضيه هو حاضر امامي. علي بن ابي طالب اموت في هذا. ايش كتبت عليه؟ كتبت عليه كتبت عليه ومضي. ايه وين كاتب عليه بس الومضه هاي حلوه. يقول انبياء الله سووا اجتماع. ايه انبياء الله سووا اجتماع. ورادوا ينصبون للباري ولي. ايه توكلوا بالله ومحمدنا الرسول ورادوا يقومون قالوا يا علي اعد 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 هاي صدق تستاهل العاده. انبياء الله سووا اجتماع ورادوا ينصبون للباري ولي. ايه توكلوا بالله ومحمدنا الرسول ورادوا يقومون قالوا يا علي يا ابو الحسن تدوا روح لاسمه الفاصل وراجعين. رجعناكم بعد الفاصل. طبعا مطور فينتك يكمل النسله. ايه بعد الفاصل عندنا فقره تمثيل هسه. اوكي خوش. هاي كاغت على حطب جيبي. اوكي امشي امري بيه. سوي لنا مشهد المخرج موت من الجوع قال يدز ريزه وما يدز ملاكم. غير اقول لك سوي لنا مشهد هسه اختارت انت بالطوبه باعتبارك بدايتك ممثل. اوكي شو المشهد؟ انا شاعر شاب وانا لجنه وانت لجنه. ايه يلا راح اجي اني تفضل منك. يلا راح اجيك منك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. موقره شلونكم؟ انا لي شرف طبعا اليوم اقرا قدامكم وانا حقيقه ارجف من الخوف. حياك الله حياك الله. طموح اخذ سيلفا وياكم فكيف اليوم اني يا حبيبي بخدمتك. الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله. الاسم بالخير؟ رسول محمد رحيم من بغداد. من بغداد. شو محضرنا اليوم رسول حبيبي؟ والله محضركم قصيدة حسينية وراها قصيدة إذا تريدون شي تريدون أنا حاضر. أقرأ ما تيسر بخدمتك.
حين ما عادت السيدة زينب عليها السلام إلى المدينة فكانت في استقبالها أم البنين عليها السلام، قالت لها سولفي لي خو ما قصر العباس وياك، قالت لها بالعزوبية ابنك عنده خبرة، ابن طيته جربة طان عمره، الجنود اللي على النهر حسبال خرسان، ثار الخوف من عباس فطرة، بحيث بنص معسكرهم تسمعين صوت رموشهم مو صوت الإبرة، بحيث بنص معسكرهم تسمعين صوت رموشهم مو صوت الإبرة. طيب الله انفاس، الله يحفظك استاذ، الله يوفقك. حسيني رائع وحقيقة بي خشوع وبي انتماء كبير، الله أنا أهنيك على هذا الإيمان، وأيضا أثني على هذه الإمكانية الشعرية الفتية. بارك الله بك، بارك الله يحفظك استاذ، الله يحفظك. هسه طيق قصيدة أقرأ إيش؟ قلبك وين وديته وقلب الوحدة خليته، قلبك وين وديته وقلب الوحدة خليته، يا ريت اللي خذك مني يموت وينهجم بيته. حلو. يا ريت اللي خذك مني يموت وينهجم بيته، تعبتني وروح ملت تنتظرها هواي مشتاق لعطرها، تعبتني هواي مشتاق لعطرها، كانت حاطه هي عطر طبعا هذا التعبان. جميل جميل. راح احكي لك وساح من يصير الجو حار يسيح هذا التعبان. لا لا هو لا بدون مجامله، وبعفه وبحميميه، الله يعزك، وبدعايه العطور ما اقدر الا تعبان. بارك الله فيك، بارك الله يحفظك حبيبي. هسه استاذ انا بدي اختبرك. انت اختبرني يلا. هو تالي وقت سمعني. شو سمعك؟ سمعني. أسمعك. أنا روحي سفينة وكفي إشراع، أفوج بنهر عمري المال تالي، ووصل للجرف حد شوفه تلقاه ويرد نردود ماي الروج عالي، ضعت من روحي بس الدرب ما ضاع، وعلي يتقابل سؤد الليالي، زامطت الوقت من شلتك متاع، ومن صار الصدق رديت خالي، مو انا السهل وبرخص انباع، اش قد غالي القمر مو مثل غالي، يخسن سود النوائب يطفن بساع، اذا وصلن الطخت الراس عالي، مثل طبع الثلج بالشمس لو ماع، اصير الماي وارجع ثلج تالي، اصير الماي وارجع ثلج تالي. احسنت احسنت، ان شاء الله نتلاقاكم استاذ. شنو اللي تتلاقاكم حبيبي؟ دولت حبيبي. طبعا 10 من 10 حبيبي، شكرا جزيلا. في دول عمرك الله يستر عليك، عوضك في دول عمرك. يسوينا مشهد هسه واثنين تريد بعد بارك انت مشهد رسم، يسوينا مشهد ارتجال. ايش تريد؟ وين كنت لك؟ وين كنت ويا جماعتي؟ وين كنت؟ وين؟ العب دومنا يومية هالدومنا. وين اروح؟ لك العالم هسه ربعك كلها النواب والسياسيين. بويا خلي خدمك يا ابوي، ترى انا تعبانه نفسيتي. شوف لسان، يلا شوف لسان. بس بابا خلي احكي وياك. انت شنو لحد الان؟ انطيني وضعك اللي انت هسه. انا وضع طيران. شنو وضعك طيران؟ انت جاي تستهزئ؟ مو سيزي. صاير حشاش؟ لا بابا لا. شوف جماعتك وين؟ وين؟ شوف بالبيت ونعمل الظهر واهلهم يشترون فرنجات واهلهم مدللين. لا لا شوف منتصر سيارته. ايه منتصر. وبيته. ايه وشركته. هو مو كان بصفك. منتصر؟ لك كان استحيت. منتصر عنده ساحة. لك عيب عليك. لك دمرتني. لعبت فيا طابة. انت دمرتني. نزلت راسي. انت خلصها بالبلد. نزلت راسي. خليني. يا منتصر خلصتها بالملذات. اي ما اشتريت النبيه تخليتني اسوي ما يسوي الشمت بينه. ليش ما خلف الله علم مباع ذهبها واشترت لنا نص قطعه بيها. يا امك من اهلها بس 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 اهلها ورثها من اهلها. من ورثها؟ تخلصتها على الملذات وتسافر. هو هو جدك بامك اشتريت لي جدي جد فريضه. يا فريضه توصل لجدتك؟ اي جد فريضه وزين بن زين. انت تقعد تستحي بصف جدي. اي طبعا امي تسولف لي تقول مره كتني وجدك صلخه منه فاضه وشقصته. عمي واتشرف بيه. شقصتك منه مو مثلك احترم عمي. جدي مراجلي مراجلي جدي. شوف صوتك هسه على شو اسمه صوتي على هاي ماخذها منك غير انت كله على المنصه. ايوه السيدات هاي ورثتها، هذا اللي ورثته منك. شو ورثت منك؟ ادري انا عدنان البرقي اصيح مثلا دعيات عدنان البرقي بس بدنا نجيبك انت حبيبي استاذ. يلا حبيبي هسه عندنا بعد فقره دوبلاج.
خلنا اليوم دق مواهب يشوف مواهبك. طبعا يطلع لبسينج؟ لا مو لبسينج. يطلع مقطع فيديو وتطلع انت تأديه بصوتك. يلا طوني. يلا هذا جلندايزر انطلق. يلا هذا جلندايزر. اي ادي غير عيد ولا من غير عيده من جديد. جلندايزر انطلق. اي هذا الثاني كوجي. كوجي المتهور. هيا هيا اضربوا ايها الاحمق الغبي. اين تذهب ايها الاحمق؟ بالتسعين بالتسعين. اي 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 بالعارضة مو بالتسعين. حساب بختكم حظك كوجي. كوجي كوجي تورط بي يا كوجي. طرقاعة لفتك ولفت حمولتك. الله الصح للدوار. انطلق. هاي الرزة المزدوجة. الرزة المزدوجة. الرزة المزدوجة. هذا كوجي رد عليه. المنشار المزدوج. اقول لك ترى ما ملحق على هذول. اه والله العظيم شو انت شنو بتقول لي ملحق على حمورابي. مشينا مخرجنا الطين المقطع الثاني. هاي شنو المسابقه؟ هاي ناقه واضحه. اي واضحه تقدم. اي واضحه واضحه. ذهبه 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 ذهبه. رجعت. ينطلق ينطلق. الطيحان الطيحان. يقظان 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 يقظان. الطيحان بالمركز الاول وفليحان بالمركز الثاني. وهاي الازبر الريم الانضباطيه بيها. هذولك المفراريه الفراريه يشاهدون. الله الفراريه يشاهدون. واخيرا وصلت وضحه بسلام وخير. وضحه 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 وضحه. والعطفه العطفه شنو استاذ حسن تعرفها؟ العطفه ما تعرفها؟ العطف قبل من يعاركون العرب يجيبوا لهم وحده حلوه تطق بالقاع الشكشك. يخلوها قاعده على الناقه حتى ما تشرد الزلم. يسموها العطفه. يستحون يشردون قدام الحلوه. والله ما اعرف هاي المعلومه. وين صاعد على بعرام محارب على بعرام على اساس انا قالوا لك يا هو انا احكي لي انت هسه ذا بمعركه وقاعده وحده حلوه على العطف وانت تحب الحلوات تشرد؟ يقتلوني. آه. والله لو قبل إيه؟ اتعارك تتعارك. اي هسه لا يقتلوني بيردون. ارجع لا استاذ حمزه لا تطلع ظهرك الكاميرا. طوني المقطع الثاني. قلنا الوضحه فازت مشونه. هسه عندنا فقره التعرف على اشخاص. مدرج شلون مال مصارعه الثيران. بي قاعدين اشخاص يشاهدون المباراه وقاعد رمز وياهم شخصيه معروفه. نجم شاعر فنان رياضي. وعندنا الليزر يعطيني يا ابو لاره حياك الله. هيك تاشر عليه مثلا فلان هنا حمزه الحلفي هنا رسلان هنا هيك. احتمال تعرفه احتمال ما تعرفه. بس اذا ما عرفته بيها عقوبه 18 ثانيه. ارجع لي ورا استاذ حمزه. الظهر تعطي الكاميرا هنا. اوقف هنا هنا. اي دار الكاميرا تبع ابو مصلحه. يلا عندنا 19 18. اعرف لي منو موجود بال منو هذا؟ هذا هذا شكيب ابو الدهن. انا ادري يا وش مثل لا شاعر. اكو شاعر. اكو شاعر عقوب جبار رشيد. هسه يلا عرفته خسرت. ما شفته ما شفته. إيه؟ بعد عندنا صوره. بعد صوره ثانيه. يلا انت لو مقرب لي اياها. هذا دير بالك على التوقيتات. هذا تحدي كبير يعني بخساره يعني عقوبه كبيره مو هيك. زين انا هسه اعتبرني خسران يعني. شو اعتبرك خسران؟ ما ادبرها. ما تدبرها؟ زين انا جابها وياك. هاي 1-0 حازم جابر. هذا فوق وينه؟ شفته ها؟ يلا شفته. بعد عندنا وحده 18 ثانيه عندك. يلا هسه اعرف انه عاد وحيده. انا ما اريد الحلوات يشوفون يقولون نظره مو قوي. هاي كبر استاذ حمزه. اي غير اقول لك هاي شوف راح اشر على الحلوه. هاي عنود الاسم. عريان السيد خلف. فوق عمان ما شفته هذاك. وين اشوفه؟ والله ما ادري. وانا عند هاي العنقيه راسا وقاعد لي. بعد عندنا صوره. هاي جاي شوف هسه بدك تعرف بس وحده. عندنا 16 ثانية بقين 14. هذا ياهو جاك شان شباب. هم كلهم علاقتين.
هذا هذا ما جاي تشوفه؟ هذا 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 وين؟ راح تخسر. خسرت ذاك حمزه الحلفي. إيه؟ حتى روحك ما عرفتها، غششتك وما شفت. اي والله شو اسوي لك بعد؟ هاك هاي كليتي مشي امرك بيها. هاك هذا اللي صار. شو اسوي؟ وقفني من اللي صار. هسه لازم العقوبه. ايه شنو؟ فتشير ياخذ سيلفي وياك. فشير. تفضل. انت نجم وناس تحب تاخذ وياك صوره، ما يصير تباوع. لازم مفاجاه. يلا شباب تفضلوا. لا كل شيء ها؟ السلام عليكم. عندي فوبيا معناها الخوف. اي اي فوبيا ما اقدر. شلونك استاذ؟ ما اقدر. هاي تاخذ سيلفي وياك. لا والله ما اقدر، والله ما اقدر. لا لا صح صح. لا والله. ايدي. ما اقدر والله. هاي هاي افاعي عاصره والله جديات عندي فوق. إيه إيه لا 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 هو احنا ليش جايبيها؟ هو احنا ليش جايبيها؟ حتى نك احنا خلينا نتعرف بيك في البدايه. محمد محمد مهدي مدير فريق رفتي لاي كيو تربيه الزواج. هذا بالنسبه لي انا عندي فوبيا من عندي. اي هو احنا ليش جايبيها حتى يعني نكسر هاي الفوبيا؟ لا 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 خلي يسولف خلي يسولف. انا راح اسولف لك حبيبي. ما راح تروح الفوبيا. ما اقدر والله صدقني تروح الفوبيا. هاي افاعي عاصره. لا 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 ما اقدر. لا لا استاذ استاذ شنو تخاف هكذا؟ انا انت صح. اقول لك عندي فوبيا. شنو جيب؟ انا خليه يجيب يجيب. هاي على استاذ رسلان. ايه عوفها. انا بمكانه هسه. انتم تطلبوني انا بمكانه. يلا خذوها يلا خذوها. تعال استاذ رسلان يلا احكي لنا شوي عن هاي. قول خذها الشاق. لا 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 هاي هاي حبيبي. اقول لك عندي فوبيا. لا تلحوا. لا هو لا هو ما راح اجيك. ما راح اجيك الجمهور. يلا هاي افاعي عاصره غير سامه. احنا جايبينها على مود نوصل رساله انه الناس ماخذه فكره عن الافاعي كلهن سامات. ان شاء الله تنعيشوها ببيت واحد. وديقتلوهن وديأذوهن بالبريه. فاحنا مجموعه من الخبراء بخصوص الزواحف بصوره اجمع. احنا بدنا نوصل رساله للعالم انه الافاعي مو كلها سامه ولا كلها مؤذيه. هاي افاعي عاصره غير مؤذيه وما بيها ريحه. اسمك قلت لي؟ محمد مهدي. ابو جاسم. نعم. راح اقول لك موضوع. اي نعم. يعني هسه انا مثلا طالع انا واصدقائي. اي نعم. ومسوين كشته. اقولها انت سامه او مو سامه؟ انت يجوز مو بريه. وهي شنو تكرني يسلمني تراب غير اذبح حوالي. مو احنا بدنا نطلع كل فتره تجمعات وبدنا نسوي فعاليات وعندنا صفحات بالمواقع التواصل. وبنادم ما بامان وبالحي. على مود نعرف الناس بالافاعي السامه وبالعاصره. حتى السامه ما نوصل نقتلوها. واحنا عندنا افاعي سامه غير تروح على ذولاك. هاي بعد الله يقدر. احنا لا اختصاصنا هاي على مود. اي هاي عادي على مود. لا توقع مو انه دا تاذيني. لا على مود تلزم بيها. عاشت ايدك حمودي. شكرا لك. واحنا نوصل الناس انه تدير بالها على الطبيعه وعلى البيئه. إيه؟ وما تقتل كل الافاعي اللي تشوفها. احمد الذهبي تقدر تسوي هم كل شيء تاذي. ها؟ احمد الذهبي. إيه؟ يطيح. والله العظيم. اي خوش هم زين قلت لي. إيه؟ بس هي ما تاذي استاذ. شوف فاصل ومكملين استاذ حمزه. ميزانيه وبالانصاره. اي والله العظيم. اكيد رجعنا لكم بعد الفاصل. نرحب بكم وبنجمنا وشاعرنا وممثلنا الكل شو كلاشه حمزه الحلفي. احلى ممثلنا. اي ممثل تشجن مثلا. اي حبيبي ان شاء الله صيني غير ممثل طق بالقاع. وحق الله مستر خيش واقف جاي تمشى بالهول. هسه وصلنا الى فقره طاوله الميز. حلو. اكو تحدي. هذا التحدي بيني وبينك. اكو اكلات حاره واكو اسئله جريئه واكو طحين و هاي الواحدية حسب الرقم تطلع مكونات الأكلة. يعجبك تاكل، يعجبك أسألك سؤال، يعجبك تحط خشمك بالطحين. كيف كيف كيفك انت. انت براحتك. احنا ضيفنا مدلل المشاهدين الكرام. خوش. فهسه ابدي وياي انا. خليني اشيل الدعوة وابدا اني. عايل اسئلة يمي لو هاي نوعي. قول لا عمو ما عايل. لا عمو ما عايل. اعطيني مكونات رقم 5. كجب وببس وماي زهر. عاشتيتكم على هالمكونات الكبيره. ماي زهر هو انا ببسي قمت ما اشربه على مود. ما يصير اقرا السؤال. اسالني ما راح اكل انا. مبالغ سهل. شنو شاعر يصيح هو على المنصب واللقاءات.
شاعر صحيح هو على المنصه واللقاء عباس عبد الحسن تحياتنا الموضوع بعد تحياتنا لابو الفضل تحياتنا عباس هاي عدراده يحرجون ابو الفضل انا ما تقبل اكل مي زهر ما يقبل ابو الفضل يلا هسه هاي وين نخليها هاي ردها اللي بتشينها هاي اللي بتشين هسه الك شوف ياها وانت تريد منها تفحل هاي الطين المكونات رقم 4 جلي حلو قيمة خردل ماي غريب غريبة من بعد عيني محتارة بزماني اذكر لي اسم شاعر قلمه حلو لكن بالأداء ما ينطل القصيدة حقها يعني شاعر يشوف كلامه يموت بس هو بالقصيده مثلا يموتها بالاداء او بالالقاء سعد الربيعي خطري اه تحياتنا أيوة تحياتنا شاعر كبير بس هو عنده مشكله بالالقاء يعني هو حتى غني كان ترى الله يرحمه غني مثل هذا الشاعر العظيم صح. كان ما يقدر يصعد بنصه ولا يقدر يقرا هذا سهل كاظم القاطع العظيم ايه. القاء يعني بارد الى درجه ها وبالمناسبه وحمزه الحلفي لا لا القاء انا القاء لا القائي ولا ما ادفع انا شايفني تقول تريد تروح يا ريحه هذا واحد هذا واحد هذا لا القائك يخبل لا غير حلقهم ما راح تاكل لا طبعا جاوب هسه الي يسره بساعه اعرف اللعبه والهاي شوفوا لنا اسم الهايه طوبه القوطيه الواحديه الروله ها الروله حلو اي عاش ايدك حاير بيها لا شلون مطبقت مع السيراميك اسالني ما اكل اعطيني مكونات يمك يا رقم لا هاي مكونات مال هاي ستة طون المكونات بصل محموس ومعلب عسل راشي وزعتر شنو السؤال قول اربع مرات خوخ الباشا خوش خوخ 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 زين هذا اي هذا شيء غرق لك التحدي بدت يحمل وطيس وش الوطيس رقم واحد اعطيني المكونات رقم واحد هاي تبيها حلبه كانها كيك ولبن باذنجان كريم ونستله اكل لا اله الا الله تاكل كيك لبن باذنجان كريم ونستلة كتبوا باذنجان حلو لا لا سنة اسالك شاعر يشتري جمهوره ويعزمهم حتى يحضروا له مهرجانات ويصعدون حساباته وحتى لو يقول بلي بلبول يصيحون الله اعد واي آه والله بس ما اعدد اسماء اريد واحد من ذول اللي هو لا هواي ماك ما اعرف اسمائهم نصف والله العظيم لا تاكل اذا ما تعرف لا انا قلت هواي وموجوده هاي الحاله واكو شباب انا ما اعرفهم حقيقه بالاسم ما اعرف لو اسم لو تاكل لا ما اكل ها ما اكل قلت يقول ما اكل قلت اعطينا اسم يعني ولد اسمه ظافر ظافر حميد ها شنو هذا؟ هذا يقول يقولون عليه إيه اخوه وضع زين اي وضع الماده مشكلاته زينه يطل اي مهرجان عشاء وشغلات والله وكارتات هذا شاعر اكيد شاعر موجود دوره القابل هسه لي رقم 6 بصل محموس معلب عسل راش زعتر اسالني انا ما اكل مو هذا عادي ايش تريد اسال اسحب من اي وين ما يعجبك لا هذا سالنا ما اكل هو علي ما اكل يظل يدور على اسئله صعبه عادي ايش تسوي سوي شنو كل السهلات؟ شو تريد؟ اتفاق اسالني من قلبك. اسالني سؤال من قلبك، عايل وياك؟ ها؟ اسالني سؤال من قلبك. لا احبك انا. اسالني حرير. خيط حرير على حياة خيط. ما اعرف اريد تسالني سؤال جريء ويكون ما اقدر اجاوب. هذا. والله. عوف هذا الحادث، اسالني من قلبك. والله؟ والله.
جاي شوف التحدي حتى اثبت له السيد رفعت واحمد ذهبي يقولوا رستان يخاف من مرته حتى اخر علاقه بعد زواجه كل وحده يا هي منهن اخر يا علاقه من اخر وحده يومية اخر بنيه اخر بنيه ايه قبل شهر كنت مع زماني وهب مطعم ب 52 صديق سمحتي ها سمحتي مفطيم سمحتي مفطيم ها عيدها وياك على كامر ترى مفطيم حلوه شو اسوي مو بيدي تدرين تدرين ابو هاشم يحب الحلوه ايوه سلام شايف ليش احبك شايف نفس الدعوه انت تحب الحلوات وانا احب الحلوات والله عم زين هسه بعد خلصنا هسه اريد اسال لك هسه اسالني لك هسه اسالك بدون ما تلعب لا بدون ما تلعب بس اذا ما تجاوب تاكل اي والله العظيم شاعرة عراقية إيه؟ من بين الشاعرات إيه؟ متواصلة معك في يوم قالت لك اكتب لي من هي ما وين شنو تاكل تفضل شو تريد تقول شو تريد ناكل ناكل اكل لا هن يعرفن يعرفن انه انا القضية هاي ما اسويها إيه؟ لسبب واحد وهو انه البنات ينظر لي غير ما ينظر للشعراء صح يعني انا بحكم تجربتي وسني يعني ما يصير تجي واحد على عريان الله يرحمه تقول لي اكتب لي قصيده انا جاوبتك مباشر وقلت لك اسالني بجريء واسالني هيجي انا ما يقدر ما عندهم جراء يسوون هيك شويه والله العظيم زين اسالك سؤال ثاني قول ها خلي اسالك سؤال ثاني ايه استاذ حمزه ما يحب يضوج احد ايه اي غير اقول لك شات المخرج مندري بيك اشتغلت الجينات اشتغلت الجينات ها اسال لا تقصها يقول هاي مالتك من حكيتي وهاي ما قصها لا تقصها خوش تدلل انا خاف انه مفطيه هسه اذا احب اتزوج حلو جاي اقول لكم شو اشتغل لا وعلي ما خاف وعلي لا ادري بيك ما تخاف بدون وجهك لا انا نفسي لان انت تشاق اي عاشتيني اكيد ايه ضيع لي اياها يضيع لي لا هي تدري انت تشاق عافية علي اي 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 استاذ حمزه خلي جاموسك انت شايف هاي مفطيم لو لا خلي جاموسك على هاي مال الشاقه انا اسمك الثلاثي حفظته راح احول لك نو ستري راح اسالك سؤال ثاني قول شنو ببالك اسالك؟ شو تسأل؟ أنا كتاب مفتوح لا لا يعني من يخص الشعر يخص حياتك الشخصية شو تريد؟ سألنا على حياتي الشخصية على حياتك الشخصية على حياتك الشخصية إيه فدي يوم واحدة مسويت لك حظر؟ إيه شلون؟ يعني أنا يعني أمي تكنولوجيا في بداياتي فقاعد بالليل اكو مكالمه تصير فيديو ومكالمه الصوت ايه وانا كنت بصيف وكنت مو بس ماء يعني كهرباء قليله سحج يعني سحب سحج لا لا سحب لان ما مش اي ما مشغلين سبلت ايه وكنت لابس يعني فانيل العفو حتى فانيل الملابس ها ايه فتفاجأت تليفون رأسا دست ما تدري مكان الفيديو إيه وإذا اثنين بنات إيه والله قاعدات يبوعن علي وش اسمه رأسا غلطت عليها غلطة كلش كبيرة طبعا قلت لها ما يصير تصلين لا مو بس هيك كنت كلش ضجت كلش كلش أوفر من الغلطة مالتها خفيتي يسوون سكرين أو هيك بعد ولا شفتها لانه مسويت لها سويت لك حظر اي صحيح تخاف من هذا الموضوع مثلا طبعا انه ماخذ السكرين كان قال يعني هذا الشاعر فتح لنا كاميرا وهيك انا من خلال برنامجكم طبعا بما انه البرنامج راح يكون ترفيهي ايه يا بنات يا بنات يا بنات خاصة البنات دير بالك من قضية التصوير احسنت ترى يا ما راحت عوائل وانهلكت من وراء هاي القضية احسنت دير بالكن الثقني بأي بشر وأعتقد بعض الموجودين رسالة عظيمة عرفوا شنو قصدي من هاي الأفلام اللي تطلع اللي منتشرة هسه تصير هاي خلال نزوة حيوانية تستمر 4 دقائق يهدر بها دم هي مو بريئة بس
سمعة أهلها. أحسنت. شكرا لك أستاذ حمزة. فاصل ومكملين. أكيد رجعنا لكم وهسه وصلنا إلى فقرة احزر الصورة من صوتها. صورة تنعرض بالرول وأنا أديها بصوتي بدون لا إيماءات ولا حركات إيد ولا أبد. من تكمل يجي بمكان أستاذ حمزة وأنا بمكانه أيضا تطلع صورة وتأدي لها بصوتك. عدل مشاهدينا الكرام؟ عدل؟ عدل. فر روحك. هيجي؟ لا أي هيجي هيجي. هسه صح هيجي. مشيني أول صورة. قال الصبح شنو؟ شو مسلمك وزارة؟ شنو والله اسمه شفته؟ لا تلتفت ما يصير تلتفت. يا ما ملتفت. غير اسمع صوت. ما طيارة. طيارة هاي. عبالي راح يطلع صوت وراي تراني. ها انا الصوت انا سويت فيها. هاي الطيارة. اي اسويها. عرف سويت لك اياها صح انا. طيارة اي. اي شو اسوي له؟ هاي شنو الطيارة؟ هليكوبتر هاي؟ هليكوبتر. شنها تك تك هاي؟ طوافة هاي. ها. والله. يا ستي اطلع صورة وتأدي لي اياها. يلا. اعطي الصورة مخرجنا. شنو عندك كناريات جاي توكلهم؟ ها؟ ابو على وجهك؟ شاكوت؟ تك تك على الشباك هذا ما يصير بس صوت ادي نقاط سحابه مطر وصل ايه مطر ايه ايه حلو بالوقت الضاع حسيت سيارة شغل سيارة قير لا لا ها شني هاي تشبه شغلة بس ما أقدر أحكي شني ورا برنامج قل لي إياها هسه أقول لك بيوم أنا بشاورك أي خلاص إيه عيته والله ها شلون شلون أرضه خسرك ما جاي إيه جير سيارة ها لا مو جير موتور دراجة؟ لا قلنا دراجة. يلا. صوت هنا شوي حشرج. ايه؟ غير سيارة لولي. لا. بايسكل، دراجة. لا. ها؟ طيارة. اخذناها الطيارة. اخذناها الطيارة صحيح. بس اذا طلعت نفس صوتك هذا انا معتب ها انا معتب اذا طلعت نفس صوتك عيدي ها عيدي بلم لا شو حتى البلم ما تطلع بيها هاي شير راجع بك كوميدي يعني كوميدي بشرف هاي الجرارة جراره هاي وين تصير هاي مو بس بالكوميدي هناك بيجي الصبح تصير والله العظيم بعدك وحده سرح وقف زين الكوميدي شلون اديك ايش اقول لك؟ شنو كوميدي كوميدي؟ عجر يا كوميدي لو بصف الكوميدي من هنا يلا يلا هاي شلون نسوي يا والله انت تسوي خلصتهن كتاب؟ ايوه انقلت خلصتين ورقه جاي شوف بس قلت خلصتين فكاب بعد شو تقول لا بعد عندنا طالحن
ما يصير تباوع، يقول طالع حنة بالسطح. خلصتهن ورقة ورقة وما دريت وما قريت ما قريت ورددت آخر رسالة لبيها من قلت لك تعال وما أجيت، ليش ما جيت وشفتني أكسر الخاطر عفتني، أكسر الخاطر أدور عصر أدور عصر بيبانة مسدودة لقيت الله، ليش ما جيت وشفتني، بس قميص مطرق ويشرب جاير قاعد بعتبة البيت، لا أشغل ولا أعمل، لا أشغل ولا أعمل. أما كسورة ولا لا؟ هي كسورة هسه لازم تحذرها. أحبك وليحب بلو. أحبك وليحب بلو منصش شاعر؟ شاعر ايه. تريد تروح يا ريحة التفاح اني يسويها البخت وتروح مني، انا من اشتاق ما احمل الفرقة، اصيرا ماي حتى اصيرا النار حتى الماي حرقة، وتذوب الروح بعدك ورقة ورقة، تذوب الروح اطيح عن ورقة 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 وردلتم ولا مقطعت. حلو حلو. شنو هذا الوجه؟ هذا منين؟ هذا منين؟ هذا منين؟ هذا العر، هذا منين؟ جيبوا لنا الصورة. هاي كاريكاتير صورة حلوة حلوة، شكرا جزيلا. هاي هدية من قناة الأيام ومن برنامج تحبتوه. حلوة. إلانا جمنا وشاعرنا ومبدعنا والكبير الرائع حمزة الحلفي الكاشان. اوكي هاشتاج الكاشان يا حبيبي، الكاشان الحبيب استاذ حمزة. تسلم. سعيدين بيك. انا اشكرك بالله الكريم. شكرا. ما حسينا بالوقت يا حبيبي، انا سعيد بكم. ما حسينا بالوقت، انا اول مره اصور وسط اسره في الدواء، يعني اخوه ابتداء من السيد المخرج، تحياتنا إليه، تحياتنا إلى الجميع، والاخ مدير التصوير والشباب هنا المصورين ابو لارا بدون استثناء كلكم، يعني واشكركم شكرا جزيلا، وبرنامجكم ناجح من هسه في دول عمرك استاذ طاج، وطاج يسمونه طاج، ها طاج في دول عمرك، شكرا. طاج لو قراصه. والشكر موصول لكم احبتي المشاهدين، نشوفكم بحلقه جديده ونجم جديد وضيف جديد، حتى ذلك الحين في امان الله.